على أي حال يعني في سيرة هذا الأمر، أعتقد أن وإحنا بنتكلم على ده الكتيبة 101 ربما ناقش ده بشكل تفصيلي، العمليات اللي تمت، الجهود اللي حصلت على الأرض. أعتقد أنه أيضا في كواليس كتير قوي في شمال سيناء. إيه اللي حصل في 12 سنة دي؟ تأثير الكلام ده كان عامل إزاي في العريش؟ الأهالي كانوا بيعيشوا إزاي؟ الكواليس دي أعتقد إن إحنا هنرصدها بالتفصيل. النهاردة معانا حلقة خاصة جدا من صباح الخير مصر. الكرو بتاع صباح الخير مصر متمركز في شمال سيناء، تحديدا في العاصمة العريش، وهيحكي لنا بالتفصيل إيه اللي حصل من خلال عدد من اللقاءات والحوارات والتقارير. خلينا الأول نصبح على زميلنا محمد الشاذلي ونقول له صباح الخير عليك وصباح الخير يا سيناء، وقول لنا النهاردة الدنيا عاملة إزاي في العريش. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. أهلا بيكم، كل سنة وكل مصري وطني شريف بألف خير. موجودين دلوقتي في قلب شمال سيناء، موجودين في مدينة العريش، تحديدا في ميناء العريش اللي بيشهد أعمال تطوير وتأهيل لإعادة افتتاحه قريبا بإذن الله. طبعا احنا موجودين كعادة صباح الخير يا مصر، موجود بيرصد كل المشروعات القومية اللي موجودة في كل مكان في كل المحافظات الحدودية، لكن المشروعات القومية اللي تمت بالفعل هنا على أرض العريش وتحديدا أو بشكل عام في شمال سيناء فهي مشروعات تستحق ان احنا نتوقف عند كل مشروع من هذه المشروعات. قبل ما نتكلم عن هذه المشروعات بالتفصيل، أحب في البداية طبعا أتوجه بكل الشكر لرجال القوات المسلحة، للقادة، للعساكر، لرجال الداخلية، لحالة التكاتف والتلاحم اللي كانت ما بين رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية عشان نكون موجودين مع حضراتكم النهارده من ارض العريش وطالعين هوا. كل التحيه والفتح الارواح الشهداء اللي ضحوا بانفسهم من اجل ان احنا نكون موجودين النهارده ومن اجل نشوف هذا الكم الكبير من المشروعات اللي تم افتتاحها ويتم افتتاحها. بالمناسبه يعني العيد القومي مستمر واحتفالات العيد القومي للمحافظه مستمره لحد يوم 5 مايو القادم بافتتاح الكثير من المشروعات. اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه ومن الدوله باعاده تعمير سيناء وزياده الكتله السكانيه لان دول حائط الصد الأساسي لمواجهة الإرهاب. كان في محاولات إنه يخلوا العريش أو يخلوا شمال سيناء بؤرة إرهابية، لكن كل هذه المحاولات الحمد لله باءت بالفشل. كم كبير من المشروعات، إعادة مرة أخرى أو رجوع السكان مرة أخرى إلى منازلهم، زيادة الكتلة السكانية في العريش وفي شمال سيناء بوجه عام، مشروعات تنموية عملاقة هنتكلم عنها بكل تفصيل. الرئيس بنفسه كان حريص في بداية هذا الشهر إنه يكون موجود معانا هنا في العريش، موجود مع أهل سيناء وبيحتفل معاهم وبيفطر معاهم كمان في يوم من ايام رمضان. شفنا حفل فني في العريش، ودي حاجه يمكن كان بقالنا كتير قوي ما شفناهاش، وكانت حاجه كان نفسنا كلنا ان احنا نشوفها لان دي مؤشر الى ان الوضع الحمد لله استقر. حفل فيه مجموعه كبيره من الفنانين، يحضروا كمان عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن بشكل عام، والملفت بقى للنظر او لافت للنظر انه كان في حضور جماهيري مكثف من الناس. الناس كانت موجوده في هذا الحفل وكانت مبسوطه. احنا شفنا ماراثون كمان في شمال سيناء، شفنا مشروعات، شفنا مركز تكنولوجي لاستخراج الاوراق الرسميه، شفنا عدد كبير جدا من المشروعات هتكون معانا النهارده ان شاء الله في عدد كبير من اللقاءات وعدد كبير من التقارير اللي صورناها هنا في شمال سيناء، هتتابعوها معانا ان شاء الله النهارده في حلقه مختلفه من صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.